على كل حال كي تشوف هذه حكايه تسمى تاع ملال مع سي مدور، هذيك الا حكايه هي. على كل حال ما الرابطه ماهيش منظمه. انت كي تسمع الرابطه عنده اربع شهور من تراس سي مدور الرابطه، ما عندهمش سكرتير جينيرال، ما عندهمش فيس بريزيدون، ما عندهمش لي حاكمين لي كوميسيون. هنا تفهم باللي تسمى تمشي على الزهر وخلاص، هذا ما كان تمشي زهر. شكون يتحمل المسؤوليه؟ رئيس الرابطه. انت تحمل رئيس الرابطه ولا المسؤول الاول على كره القدم؟ هما يتحملوا هذا مدور راه تقريب لو بلي بعد محشريف لو بلي اونسيان بريزيدون تما. مدور يعرف كره القدم، يعرف خبايات كره القدم. مي بصح الشيء هذا الشيء اللي صرا عيب وعار. اليوم انت تشوف برمجه تاع شباب القبائل، برمجه اللي كانت لو 3 ومن بعد لو 5 ومن بعد ولات لو 6، عندهم عند شباب القبائل عندهم الحق كيقولوا احنا ما نلعبوش ولا كذا. مي بصح احنا ما نعطيوهمش حق للفوضى ولا الحاجه. احنا ماذا بينا تما الحوار كان مليح. انا واحد في الناس كلمت مع اعضاء تما شباب القبائل وكلمت سي مدور، شكون حبيت ندير تصالح تما، حبيت ندير حاجه اللي تما. وكانت روطار باسكو انا كيعيطوا لي، كانت بالحد خويا مراد تما. شغل وزكيت سي مدور دو فروفوا، كنت حاب نصلح بيناتهم باسكو شغل هنا ولات تما انتهي تاع البلاد قبل هذا الشيء، قبل هذه الحاجه. وكي تشوف باللي دوكا راحت المصداقيه بين الرابطه والفرق. صحيح.